فنواصل عن نواصل الكلام عن أحكام الحج. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ويجوز للمعذور في الرمي ما يأتي. في ناس عندهم أعذار ما يقدر يمشي يرموا في وقت الرمي، فهؤلاء يجوز لهم ما يأتي. أولا يجوز له أن لا يبيت في منى، الزول اللي عنده عذر ما يقدر يبيت في منى وهو من الحجاج، يجوز له أن لا يبيت في منى. احنا قلنا من السنة إن الحجاج بعد ما ينتهوا من عرفة ويجوا مزدلفة بيرجعوا وين؟ بيرجعوا منى، ويقضوا فيه أيام التشريق الثلاثة في منى عشان يرموا الجمرات. لكن اللي عنده عذر يجوز له أن لا يبيت في منى، والدليل حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى، ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له صلى الله عليه وسلم. العباس هو عم النبي عليه الصلاة والسلام، كان عنده سقاية زراعة بيسقيها، وكان حاج ما بيقدر يبيت في منى لأنه عنده سقاية في مكة، فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام فأذن له لأنه ده عنده عذر. ويجوز للمعذور في الرمي أيضا، اثنين، أن يجمع رمي يومين في يوم واحد، يجوز يجمع رمي يومين في يوم واحد. لحديث عاصم ابن عدي قال رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر، رمي جمرة العقبة في يوم النحر ده يرموا، ثم يجمعوا رمي يومين بعد النحر فيرمونه في أحدهما، يعني رمي يوم 11 أول يوم التشريق ويوم 12 ممكن يرمون في يوم واحد، إما الاثنين في يوم 11 أو الاثنين في يوم شنو؟ 12. ثالثا يجوز للمعذور في الرمي أن يرمي في الليل، أن يرمي بتين في الليل، لقوله صلى الله عليه وسلم: الراعي يرمي بالليل ويرعى بالنهار. الراعي يرمي في الليل، يرمي بالليل ويرعى بالنهار. طيب، ويشرع للحاج أن يزور الكعبة. بعد من الأشياء المشروعة للحجاج عموما أن يزور الكعبة ويطوف بها كل ليلة من ليالي منى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ممكن يمشي الكعبة ويطوف بها في ليالي منى كلها، ويجي راجع يمشي يطوف بها، دي سنة لكن ماشي واجب لفعل النبي عليه الصلاة والسلام لذلك. ويجب على الحاج، يجب يعني واجب ما مستحب، يجب على الحاج في أيام منى أن يحافظ على الصلوات الخمس مع الجماعة، والأفضل أن يصلي في مسجد الخيف إن تيسر له، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلى في مسجد الخيف 70 نبيا، صلى في مسجد الخيف
70 نبيا. فإذا تيسر له ويمشي يصلي في مسجد الخيف الخيف. وطبعا الحديث حرفوه عباد القبور، حرفوا الحديث، قالوا قبر أو دفن في مسجد الخيف 70 نبيا، والحديث ما كده، الحديث صلى في مسجد الخيف 70 نبيا. هم قام قلبوها، قالوا دفن في مسجد الخيف 70 نبيا، قالوا إذن بيجوز دفن الشيوخ وحقنهم داخل المساجد، ما بيجوز. وأي مسجد لقيت فيه شيخ ولا غيره مدفون، شيل النعلات وامش طوال أكسب زمنك، ما تصلي فيه، لا تحية مسجد ولا صلاة مغرب ولا صلاة استخارة، شيل نعلاتك واكسب زمنك طوال، لا يجوز الصلاة فيه، والصلاة فيه باطلة، سواء كان القبر أمام في الأمام أو في الخلف أو في اليمين أو في اليسار، على القول الصحيح ما بيوصى صلي فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا في بيوتكم لا تجعلوها مقابر. معناته المقابر ما لا ما بيصلوا فيها، ولقوله عليه الصلاة والسلام الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وشوف جمع بين المقبرة والحمام كيف، هل يجوز لإنسان يصلي داخل المرحاض حتى لو فيه سيراميك ومزايكو وبلاط ومضروب وماستيك وبوهية وفيه نجفة، حمام محل البول يجوز أصلي فيه؟ لا يجوز. فمن باب أولى وأحرى عدم جواز الصلاة في المساجد التي فيها القبور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. طيب، وده من الأسباب اللي أجابت الشرك والكفر في البلد دي وفي غيره، تعظيم قبور المشايخ سواء كانوا صالحين أو طالحين، عظموا قبورهم لحد ما دخلوها في الجامع جوا. بل عندنا واحد في بلدنا بنى الجامع وقال ما تفتتحوا، شطب وتب للمراوح ركبها، قفلوا وخدت المفتاح في جيبه، في شنو؟ قال لا، بعد ما أموت تدفنوني جوا حتى أن تفتتحوا. طبعا دفنوا جوا ما في جامع تاني، هو المفتاح لسه في جيبه ما في جامع. طيب، فإذا فرغ من الرمي في اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق، ليه قال الثاني أو الثالث من أيام التشريق؟ ليه قال أو؟ لا، أيوة، للمتعجل والمتأخر، في ناس بيرموا المتعجلين أول يوم العيد رمي جمرة العقبة الكبرى، وبيرموا اثنين في أيام التشريق يعني ثاني العيد وثالث العيد، وفي ناس بيرموا يوم العيد طبعا وبيرموا بعديه ثلاثة أيام التشريق يعني لحد رابع يوم العيد، وديل المتأخرين وديل الأفضل، فضل وديل الأفضل، عشان كده الشيخ هنا قال أو. فقد انتهى من مناسك الحج، إذا فرغ من الرمي كله انتهى من مناسك الحج، خلاص بفضل شيء واحد، فينفر إلى مكة ويقيم فيها ما كتب الله له. أن السنة يمشي وين؟ مكة، يمشي من منى طوال مكة، وليحرص على أداء الصلاة جماعة ولا سيما في المسجد الحرام، لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. يعني الصلاة في مسجد المدينة، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، تعادل كم صلاة؟ 1000 صلاة في أي مسجد ثاني إلا المسجد الحرام. ليه إلا المسجد الحرام؟ لأن الصلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة، الصلاة في المسجد النبوي ب1000، والصلاة في مسجد الكعبة ب100,000، يعني كم ضعف؟ 100 ضعف، 100 ضعف، 100 ضعف الصلاة في المسجد النبوي.
ومية ألف ضعف الصلاة في سائر المساجد، ويكثر من الطواف والصلاة في أي وقت شاء من ليل أو نهار، لقوله صلى الله عليه وسلم في الركنين الأسود واليماني: مسحوهما يحط الخطايا، ومن طاف بالبيت لم يرفع قدما ولم يضع قدما إلا كتب الله له حسنة وحط عنه خطيئة وكتب له درجة، ومن أحصى أسبوعا كان كعتق رقبة. طيب، وقوله عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار. بعد ذلك بفضل لهم طواف الوداع، فإذا انتهى من قضاء حوائجه وعزم على الرحيل، انتهى من حاجاته خلاص راح الماشي بلده، فعليه أن يودع البيت بالطواف. وطواف الوداع واجب عند المذاهب الأربعة، عند الأحناف وعند المالكية وعند الشافعية وعند الحنابلة، كلهم واجب كما ناقل ذلك النووي في المجموع. قال: لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، يعني أول ما ينتهوا من الرمي بفوتوا طوالي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت. يعني زول ما يرجع أهله إذا انتهى من الرمي من الحج لحد ما شنو يكون آخر عهد الطواف بالبيت. وقد كانت المرأة الحائض أمرت أن تنتظر حتى تطهر لتطوف طواف الوداع. بالنسبة للمرأة الحائض كان في الأول تنتظر لحد ما تطهر عشان تطوف طواف شنو الوداع، ثم رخص لها أن تنفر ولا تنتظر. ورخص معناته الأمر ده أصلا شنو واجب إلا على المرأة الحائض. لحديث ابن عباس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف إذا كانت قد طافت طواف الإفاضة، لكن بشرط تكون طافت طواف شنو يا جماعة الإفاضة، لأنه ده ركن من أركان الحج العظيمة. لكن إذا ما طافت طواف الإفاضة بتنتظر لحد ما تطر عشان تطوف طواف شنو الإفاضة. أما إذا طافت طواف الإفاضة قبيل والآن هي حائض فظليت طواف الوداع، كان في البداية مأمورة إنها تنتظر لحد ما تطر عشان تطوف كمان طواف شنو الوداع. بعد ذاك النبي عليه الصلاة والسلام رخص لها إنها تمشي خلاص بلدها وحجها كامل إذا كانت طافت طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة ركن. طيب، يعني ما تنتظر طواف الوداع. أما غير الحائض واجب إنه ينتظر يطوف طواف واجب إنه يطوف طواف الوداع. وله أن يحمل معه من ماء زمزم ما تيسر له تبركا به، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمله معه في الأداوي والقرب، وكان يصب على المرضى ويسقيهم، يجيبوا المريض يصب عليه ويبقى كويس من ماء زمزم ويسقيهم برضه يبقوا كويسين. لكن الآن الإيمان لأنه بقى ضعيف إلا من رحم الله، واحد ممكن يشرب ماء زمزم جك كامل هو شاكي تلقى ما يبقى كويس. لكن إنسان مؤمن ومعتقد إنه ربنا سبحانه وتعالى جعل الشفاء بسببها أو بصبها أو بشربها ويفعل ذلك كله شفاء. طيب، بل إنه صلى الله عليه وسلم كان يرسل وهو بالمدينة قبل أن تفتح مكة إلى سهيل بن عمرو أن اهد لنا من ماء زمزم ولا تترك، فيبعث إليه بمزادتين، والمزادة إناء من جلد كبير كان يملأ له اثنين للنبي عليه الصلاة والسلام من مكة ويرسل له إلى المدينة قبل ما تفتح مكة. وده فيه دليل أنه زمزم لو نقلت من مكة من محلها برضو فيها شنو يا جماعة البركة والنفع،
لأنه في بعض المتشددين المتطرفين في البلد دي، في البلد دي السودان ده، بينظروا قالوا موية زمزم بركتها إلا تمشي لها هناك، لكن يجيبوها لك بتفقد بركتها. أنا ما أعرف موصلة مع سلك هناك ولا شنو، فده كلام باطل وكلام يدل على الجهل المركب. جماعة مشددين احنا بنعرفه. طيب ده حديث صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل إلى شنو؟ سهيل بن عمرو وهو في مكة والنبي في المدينة، يقول له رسل لنا من موية زمزم، يرسلها له هناك. طيب فإذا انتهى من الطواف خرج كما يخرج الناس من المساجد، فلا يمشي القهقرى ويخرج مقدم رجله اليسرى قائلا اللهم صل على محمد وسلم، اللهم إني أسألك من فضلك. لأنه في ناس لما يطلعوا من المسجد الحرام يقولوا ما ندي الكعبة ظهرنا، يقوم يقبلوا بوشهم كده لحد ما يقع، ودي ده اللي بيعملوها في الكعبة، ودي بدعة في الكعبة. في ناس بيعملوها في القبة هنا في البلد دي، أو الشيخ ذا تمشي للشيخ بتاع الطريقة يقوم يقول لك ما أديه ظهري، يقوم يديه وشه ماشي كده، ولما ندخل تلقاه يدخل حب يحبي ويقلع المركوب ويقلع الطاقية، يخش به صلعته للشيخ، قال احتراما للشيخ، ده كله باطل. وده ما الشيخ ذاته يحترمه، ده زول دجال فقيه ساحر، يحترم له شنو؟ ولا تمشي له اصلا. طيب كده انتهى الحج والعمره كامله. جايين. طيب انتهى الحج وشنو يا جماعه العمره؟ نجي لبدع الحج والعمرة والزيارة. بدع الحج والعمرة والزيارة. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. يعني أي عبادة شوف الصحابة سواها هي تسويها، ما سواها ما تسويها. ده الدين. الدين ما في حاجة مخترع حاجة من راسه ويقول يا مولانا دي زيادة خير. أي زيادة في الدين شر وليست خيرا. أما الدنيا ما في مشكلة، صنع مروحة، أصنع عليك واحدة بتكب موية، ما في مشكلة. لكن نحن بنتكلم عن الزيادة في الدين في الإسلام. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وعليكم بالأمر العتيق. اتبعوا، دي كل آثار بأسانيد صحيحة. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وعليكم بالأمر العتيق، يعني الأمر الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. طيب من البدع فيما قبل الإحرام الإمساك عن السفر في شهر صفر، وترك ابتداء الأعمال فيه من النكاح أو الزواج والبناء وغيره. في ناس بالشام بشهر صفر ما بسافروا فيه ولا بيتزوجوا فيه، ولو داير ابن البيت يقول له خلي صفر ده يفوت. ده كله باطل، والتشاؤم هو التطير وهو شرك بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. فالتشاؤم الذي هو التطير شرك بالله سبحانه وتعالى. في ناس بيتشاؤموا بشهر صفر، في ناس ثانيين بيتشاؤموا بيوم السبت، في ناس بيتشاؤموا بيوم الأربعاء، في ناس بيتشاؤموا بالبومة، في ناس بيتشاؤموا بالقبرية أو الحمامة، في ناس بيتشاؤموا ببشر، يقول لك فلان ده شوم والله، وشه يقطع الخميرة من البيت، وشه كج، ده شرك بالله. وأي وبعدين شامه إذا عينه الشمال رفت بقت تريف كده، يقول لك أوه أنت حتشوف حاجة كعبة. وإذا رفت اليمين أو يده اليمين هيقول لك بتقبض قروش من لينا ما بتجيك. إذا تابعت الشرك بالله مثل هذا الشرك من لينا ما بتجيك. خليك موحد يا أخي،
ومعتمد على الله سبحانه وتعالى. والشيطان قد يجي ينخز لك عينك ذاته عشان تشرك بالله، يجي يهبش عليك كلكل لك. لو عرف عقيدتك مرضانة بيجي يكلكل لك أي واحدة فيهم، يدك عينك اليمين عينك الشمال، يغشك. لأنه شيطان قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، كما قال الله عز وجل. من البدع توديع الحجاج من قبل بعض الدول، من قبل بعض الدول بالموسيقى، يلموا الحجاج ويعزف لهم موسيقى، ودي عندنا هنا قد تستغربوا لا لكن موجودة، لأنه قد يجيبوا الحجاج في بعض القرى والبوادي أو المدن، يجي يودعوهم بالمديح كركا وكركا وكركا، ويعزفوا الأورغن وكده يغشوهم يطلعوهم، دي من البدع. والمديح في بلدنا دي ده كله شرك بالله، ما عنده علاقة بمدح النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح الذي كان يمدحه حسان بن ثابت رضي الله عنه. والصحابة ما كانوا يمدحوا بموسيقى ولا بنوبة ولا بدربكة، كان شعر بس أو كلام طيب، ما فيه لحن ولا فيه موسيقى ولا فيه نوبة ولا فيه دربكة ولا فيه أورغن، ده كله ما فيه، ده كله باطل، ده كله باطل يا جماعة. لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، رنة عند مصيبة ومزمار عند نعمة، رواه البزار وهو صحيح. ومن البدع السفر في غير زاد لتصحيح دعوى التوكل، وفي هذا نزلت الآية: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. جاء في صحيح البخاري أن بعض أهل اليمن كانوا إذا أرادوا الحج والسفر إليه كانوا لا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فأنزل الله عز وجل: وتزودوا، شيلوا الأكل والشراب والمال وما ينفعكم في سفركم ذهابا ورجوعا، لكن فإن خير الزاد التقوى، لكن تزود. طيب، السفر من السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين، بل في ناس بيعتقدوا إنه زيارة قبور الأنبياء والصالحين أفضل من حج بيت الله الحرام في بلدنا دي. واعلموا يا جماعة إنه الكفر بالله والشرك بالله حصل في الأرض أول ما خلق الله البشر، حصل في قوم نوح عليه السلام بعد آدم عليه السلام. والسبب في هذا الكفر والشرك تعظيم قبور الأولياء والصالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، دي الخمسة رجال صالحين وأولياء عديل كده، ماتوا في سنة واحدة، وقد أحبهم قومهم حبا شديدا، فلما ماتوا حزن عليهم قومهم حزنا شديدا، فعكفوا على قبورهم لا يعبدونهم، ولكنهم أرادوا أن يتذكروا عباداتهم ونشاطهم في العبادة فيعبدوا مثلهم. هذه إرادة خير ولا ما إرادة خير؟ إرادة خير، ولكن الشيطان قال لهم امشوا عند القبور بتاعتهم عشان تتذكر هناك جنبه طوالي في موقع الحدث. مشوا، فجاءهم إبليس في صورة فقال لهم: لو رأيتم أن أصنع لكم لكل واحد من هؤلاء الصالحين صورة، طبعا ما كان في جلاكسي الوقت ذاك موبايل، فقالوا نعم، فصنع لهم صورة لكل واحد من الخمسة الصالحين الأولياء، صورة لود صورة لسواع ويغوث، وضع لهم كل واحد في قبره، لأنه قال لهم ليكون لكم أنشط في العبادة. ما أنتوا الآن جيتوا قبورهم عشان تذكروا عبادتهم لكن ما شايفينهم، لكن لما نعمل لكم صورة دي بتاعت ود ذاتها بتشبهوا من حجر نحاتوا ليكم أو خشب، وسواع ذاته ويغوث ذاته، أنتوا كده هتشوفوا عديل وهتكونوا أنشط وتتذكروا عبادته، كان نشيط تنشطوا زيه. قال له خير، فعل. جاءوا مرة ثالثة قال لهم: أنتوا تعبانين ليه؟ تجوا من البيت، كل زول يجي من بيته،
عشان يعبد هنا ويشوف الصورة. لو رأيتم أن أصنع لكل واحد منكم في بيته صورة لسواع ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر فعلت. قالوا نعم. عمل لهم لكل واحد صنم صورة للجماعة دي. قال المؤرخون فلما هلك أولئك، الجماعة دي ماتوا، ما كان بيعبدوا الصالحين، كان بيتذكروا عبادتهم، وهلكوا وهلكوا. جاءت الأجيال التي بعدهم، جاءهم إبليس فقال إن أجدادكم وأسلافكم لم يكونوا إنما كانوا يعبدون هؤلاء الصالحين الخمسة وبهم يسقون المطر، قال فعبدوهم من دون الله. فأول كفر حصل في الواطدي بسبب الغلو في الصالحين والغلو في قبور الأولياء والصالحين. عشان كده الليلة الناس اللي بيعظموا القبور وبيبنوا عليها القبب ويوصلوا لها عداد بتاع كهرباء، جمرة خبيثة زي ما بسموه جماعة، واحدين بيوصلوا لها موتور بتاع موية ونجفة ومكيفات، بل في قبة أنا شفتها بعيني دي جنوب الخرطوم في قرية 4 طوابق. أنا ما عارف دي الشيخ وتحت الواطل فوق ده شنو، أنا ما عارف. 4 طوابق أظن مؤجرهم، 4 طوابق والله شفتها بعيني، ومبنية أعمدة أعمدة خرسانية، 4 طوابق للشيخ. فتقول لي يا أخي الجاز وينه؟ ما هم ديلا ضيعوا الجاز، تقال ضيعوا منه. طيب، فالسفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين أيضا من البدع في الزيارة. كذلك من البدع والمحرمات سفر المرأة مع عصبة من النساء الثقات بزعمهن بدون محرم. المرأة ماشية الحج والعمرة بدون محرم، دي بدعة، محرم بالمناسبة، ما يجوز. أن رجلا من الصحابة خرج ليغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إني أريد أن أخرج معك الغزوة وإن امرأتي خرجت حاجة، قال ارجع فحج مع امرأتك. في أوضح من ده يا جماعة؟ ارجع، وده ماشي الجهاد مع الرسول عليه الصلاة والسلام. قال لا لا، خلي الجهاد، أمشي حج مع امرأتك، ما تخليها تحج برا. وفي صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم لا يحل. يعني شنو لا يحل؟ لما أقول لك الشيء ده ما حلال معناته شنو يا جماعة؟ حرام. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. ومسيرة يوم وليلة بالمقاس بتاع زمان، من هنا لمكة إذا بمقاس زمان بتتم يوم وليلة ولا ما بتتم؟ بتتم. يبقى حتى لو ركبت الآن طيارة ولا باخرة ما يجوز لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. بل الحج والعمرة لا يجب على المرأة ولو كان عندها قروش، الحج ما واجب عليها إلا لحد ما تجد المحرم، حتى من بعدك يجب عليها. ده الدين وده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن في شيوخ ملخبطين، واحد يجيبه في التلفزيون عشان ما المرة الجاية لو أفتى قال الحق وقال الحقيقة ما بجيبه، يقوم في يا مولانا في حاجة، ما في حاجة، ما رفقة مأمونة. دليل شنو الرفقة المأمونة دي؟ دليل شنو؟ أتحداك تجيب دليل للرفقة المأمونة دي من الكتاب، آية أو من السنة ولو حديث ضعيف، أتحداك. يا أخي الرسول قال لا يحل، لا يحل، أنت تيجي تقول حلال ما بتخجل؟ طيب، ومثل أن يكون مع إحداهن محرم، واحدة يكون معها محرم، هم 50 مرة فيزعمن أنه محرم عليهن جميعا، ده كمان باطل تاني، ودي لولوة. يكونوا 50 مرة، دي من القضارب ودي من الفاجر ودي من ضنقلة ودي من نمولي ودي من وين، 50 مرة من السودان ملقطينهم، واحدة يكون معها راجلة في الفوج، يقول خلاص ده محرم للجميع، إلا تتزوج الجميع، أو تكون أبوهم كلهم، أو عمهم وأخو أبوهم طوالي، أو خالهم وأخو أمهم طوالي، أو أخوهم كلهم كده، حتى أن تكون محرم. طيب، كذلك من البدع في الإحرام والتلبية وغيرها الإحرام قبل الميقات.
يعني قلنا اللبس ممكن يكون قبل الميقات، لكن الإحرام ده إنك تحرم وتنوي ده ما بيجوز إلا في الميقات، ما بيجوز قبل الميقات ولا بعد الميقات. الاطباع عند الإحرام من البدع، إنه تطلع كتفك اليمين عند الإحرام من البدع، ده تطلع وين؟ لما انتصل هناك الكعبة. التلبية جماعة في صوت واحد، تلقى جماعة شايلين جلالات يا زول هناك، شفتها؟ واحد شغال اوه جماعة اوه وراه اوه، ما فضل إلا صفوا، ده كله باطل يا ناس. يا أخي أنت احفظ الأذكار النبوية براك، ولا ما بتقدر تحفظ ادعو بما تيسر، خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن واحد ماشي قدام وخامله وراه 200 مرة وشايل لك كتاب، شفت كيف؟ شايل لك كتاب ويقول وجماعة وراه، ده موضوع ما صحيح. وبعدين بيقروا غلط من الكتاب ذات، من الكتاب بيقروا غلط. طيب، من البدع قصد المساجد التي بمكة وما حولها غير المسجد الحرام، كالمسجد الذي تحت الصفا وما في سفح أبي قبيس ومسجد المولد ونحو ذلك من المساجد التي بنيت على آثار النبي صلى الله عليه وسلم. من البدع قصد الجبال والبقاع التي حول مكة مثل جبل حراء، جماعة تلقاهم مشعلقين فوق جبل حراء وبيظنوا إنه حجة وما بيتم إلا يصلوا هناك، وده ما من الدين أصلاً إنك تتعبد إنك تصل المحل ذاك عبادة، ما بيجوز. وكذلك الجبل الذي عند منى الذي يقال إنه كان فيه الفداء، وقصد الصلاة في مسجد عائشة في التنعيم خارج مكة، الناس يقول لك نمشي نصلي هناك، ده كله باطل من البدع. قصد الصلاة، لو جيت مار صليت ما في مشكلة، ما مسجد هو، لكن تقصد إن تزور المسجد تحديدا وإلا تصلي فيه، هذه البدع. كذلك من البدع صلاة المحرم إذا دخل المسجد الحرام تحية المسجد، المحرم الجاي حاجة وعمرة ده ما تصلي تحية المسجد، إنما تحية البيت لك أنت كمحرم هي شنو يا جماعة؟ الطواف. أما أنت ما محرم تحية البيت تصلي شنو؟ ركعتين إذا ما جاي تطوف. من البدع التصويت بتقبيل الحجر الأسود، يعني إصدار صوت مع قبلة الحجر الأسود، ده من البدع. من البدع المزاحم على تقبيله ومسابقة الإمام بالتسليم في الصلاة لتقبيل الحجر الأسود، تلقى يسلم ممكن قبل الإمام عشان يجري للحجر الأسود، ده كله من البدع والمزاحمة عنده. بل هناك في ناس بيضربوك، ترتصل الحجر الأسود يديك بالكوع في خشمك، وده شنو يا جماعة؟ ده ما يجوز يا أخي، وأصلا وصول الحجر الأسود ماشي واجب، لكن أذية المسلم محرم. طيب، ومن البدع تقبيل الركن اليماني، السنة في الركن اليماني شنو يا جماعة؟ إذا وصلت تستلم وتمسح بيدك بس، ما بتقبل أي حاجة، وإذا ما وصلت ما بتشير له من بعيد، ده الركن اليماني تحديدا. طيب، من البدع تقبيل الركنين الشاميين والمقام واستلامهما الركنين الثانيات غير الحجر الأسود وغير الركن اليماني، باقي الركنين بتاعنا الكعبة دي ما بتفعل عندهم أي شيء، ولا بتستلمهم ولا بتقبلهم ولا بتمسحهم. من البدع التمسح بحيطان الكعبة والمقام، في ناس الواحد تلقى يحك ظهره في حيط الكعبة عنده وجع ظهر، طيب ده كله باطل. من البدع الشيخ الألباني قال مسمار في وسط البيت، في مسمار كده مدقوق كان سموه سرة الدنيا، زي البني آدم عنده سرة والحيوان عنده سرة، قالوا المسمار اللي في نص الكعبة ده السرة بتاعت الدنيا كلها. أها، يكشف أحدهم عن سرتي ويتبطح بها على ذلك الموضع من سرته، يمشي يبش المسمار ده دي سرة الدنيا حتى يكون واضعا سرته على سرة الدنيا، ودي بدعة عجيبة. وعندنا هنا أعجب في السودان، قال اللي بيشوف سرة الشيخ بتاع الطريقة بخش الجنة أو لا تأكله النار، وأنا ما أعرف لو وداك المحل ذاك شنو. طيب، التبرك بالمطر النازل من ميزاب الرحمة من الكعبة، الميزاب ده يا جماعة السبلوقة، السبلوقة الذهبية بتاعت الكعبة دي، لما المطر تكب
بتقوم شنو؟ تنزل المويه فوق الكعبه مويه المطر. في ناس بيعتقدوا انه مويه المطر النازله من سولوكه الكعبه دي بالذات حق سولوكه الكعبه دي يقول لك دي فيها بركه، يفتح خشمه وكده ويشيل يكون في اضانه وفي يدينه، ده باطل. طيب، من البدع اهتمامهم بزمزمة لحاهم وزمزمة ما معهم من النقود والثياب لتحل بها البركة. يعني مو زمزم يقوم يطلع الجزان يكبها في القروش يقول عشان تبقى بركة، وواحدين يكبوها في المنديل وكده. السنة إنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرغ على شنو يا جماعة؟ على راسه وكده، دي من السنة. أما الجزلان وده ما من السنة. طيب، ومن البدع الاغتسال ليوم عرفة، ما مشروع إنك تغتسل لها بالذات. من البدع الصعود إلى جبل الرحمة في عرفات، بيشوفهم في التلفزيون تلقاهم مشعلقين فوق الجبل، ده ما من السنة أصلا، ما ربنا ما قال كده، ولا الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك، ولا أحد من الصحابة. إنما السنة إذا قدرت الجبل ده ذاته في صخرات تحت الجبل تقف عندها وتدعو في عرفة، دي من السنة. لكن تطلع فوق الجبل ده ما من السنة، عرفت الفرق؟ ديك الأولى ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، ومن البدع أيضا اعتقاد أن الله تعالى ينزل عشية عرفة على جمل أورق يصافح الركبان ويعانق المشاة، ده باطل، ورد فيه حديث لكنها مكذوبة كما بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومن الأحاديث المكذوبة الموضوعة أيضا حديث إن الله تعالى في صورة شاب أمرد له نعلان من ذهب، حديث مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر ذلك النسائي. قال وفي إسناده مروان بن عثمان قال ومن مروان بن عثمان حتى يصدق على الله تعالى. طيب، وأيضا أبطله الذهبي رحمه الله تعالى، وأبطله ابن تيمية رحمه الله تعالى في موضع من كتبه. أما حديث رأيت ربي في أحسن صورة لكن ما ذكر شكل الصورة فهذا حديث صحيح، ألف فيه العلامة ابن رجب الحنبلي رسالة كاملة وهي بعنوان اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى، وقد أوله الإمام ابن خزيمة وهذا مما أخذ وعيب عليه. طيب، من البدع إفاضة البعض قبل غروب الشمس. يعني شنو الإفاضة؟ ربنا قال فإذا أفضتم من عرفات، يعني عرفة، فانت ما تطلع من عرفه لحد ما الشمس شنو؟ تغيب جوا في عرفه بعد ذلك تطلع. فالطلوع قبل المغيب من عرفه دي من البدع. من البدع في المزدلفه التزام الدعاء بقوله اذا بلغ مزدلفه اللهم ان هذه مزدلفه جمعت فيها السنه مختلفه نسالك حوائج مؤتنفه، ده باطل. ودي من البدع اللي بيجيبوها جماعه في الكتب الصفراء الصغيره بس بيعمل لك على النغمه كده تلفه مزدلفه انفه وتلقى جماعه وراه يرقصوا، وده ما من الدين. من البدع في مزدلفه ترك المبادره الى صلاه المغرب فور النزول في المزدلفه والانشغال عن ذلك بلقط الحصى، لانه السنه انك تبادر الى صلاه شنو؟ ما انت هنا خليت الشمس تغيب في عرفه وجيت لحد مزدلفه، مش كده؟ فوصلت ما صليت المغرب، ووصلت مزدلفة من عرفة، من السنة طوال تسرع في صلاة المغرب. العشاء صليها طوالي بعد المغرب جمعا وقصرا في وقت المغرب، لكن العشاء يجوز لك تأخرها شوية. أما تأخير المغرب ده من شنو يا جماعة؟ من البدع بالانشغال بلقط الحصى. ففي ناس بيلقطوا حصى الجمار لأنه بكرة طوال الصباح حيرموا الجمار جمرة العقبة، فبيقوم بينشغلوا يأخروا المغرب ذاته، وده بيحصل كثير هناك. فده من البدع. من بدع الرمي رمي الجمرات غسل الحصيات قبل الرمي، ناس بيشيلوها يغسلوها بيعتقدوا انها ذات مباركه يقوم يغسلها
ممكن نريحها كمان، ده كله من البدع. التسبيح أو غيره من الذكر ما كان التكبير، لأنه أنت لما ترمي مع كل حصى شنو؟ بتكبر. في ناس بيسبحوا ما بيكبروا، دي من البدع. من البدع رمي الجمرات بالنعال وغيرها. بعدين يقول لك يا ابن الكلب ويرموا بالنعال وبالشباشب وبالمراكيب، فده كله من البدع. الرمي يكون بشنو يا جماعة؟ بالحصى. الاقتصار على حلق ربع الرأس، ده من بدع الذبح والحلق. ففي ناس بيحلقوا جزء بس من الرأس، ده من البدع. الطواف بالمساجد التي عند الجمرات، ده من البدع، لأنه طواف ما يجوز، طواف العبادة ما يجوز إلا شنو يا جماعة؟ إلا بالكعبة، لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. من البدع ترك المتمتع السعي بعد طواف الإفاضة، بترك السعي. المفروض بعد طواف الإفاضة المتمتع يعمل شنو يا جماعة؟ يسعى السعي، سعي الحج. هناك بدع متنوعة أخيرا نختم بها، مناداتهم لمن حج بالحاج، دي من البدع. حج فلان وكان اسمه محمد، مما مشى الحج جاء غيروا بقول شنو؟ بقول حاج واسمه محمد، فده من البدع. وفي مصر من مظاهر الرياء والمفاخرة. طيب، من البدع تبييض بيت الحاج بالبياض الجير ونقشه بالصور وكتب اسم وتاريخ الحاج عليه، وزي عندنا الآن بيضربوا الباب جير داخلا هذا الدار، صلي على النبي المختار، حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وكذا. ده مظهر من مظاهر الرياء وهو من البدع. بدع الزيارة في المدينة المنورة، وده مهم لأنه أكثر البدع بتكون في المدينة، لأنه قبر النبي عليه الصلاة والسلام هناك، فالناس المرضانين في قلوبهم بكل البدع بيخزنوها هناك. واحد من البدع قصد قبره بالسفر. الواحد يلقى قروش الحج من السودان من الخرطوم، يقول لك ماشي قبر النبي، ما بقول لك ماشي الحج ذات. يا جماعة زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام من السنة المستحبة التي تؤجر عليها وتأخذ عليها ثواب وحسنات، مش الموضوع ده تمام؟ لكن كلامنا ما هنا، كلامنا إنه ما يجوز تشد الرحال من بلدك إلى القبر، وإنما يجوز ويشرع ويستحب تشد الرحال إما إلى الكعبة من هنا أو إما إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى المسجد الأقصى. فلما انتصل مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وتصلي، بعد ذاك تمشي تعمل شنو يا جماعة؟ تزور القبر. لكن ما يكون من هنا تشد الرحال انت ماشي زيارة القبر، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فنحن ما منعنا زيارة قبر الرسول، لكن منعنا إنك تشد الرحال وتنوي من هنا انت ماشي زيارة القبر، ده الباطل وده البدعة. طيب، ومن البدع المنكرة إرسال العرائض، يعني الجوابات والخطابات، يكتب طلبات من النبي عليه الصلاة والسلام يطلبها ويدي، أنت ماشي الحج عليك الله وصلك، ده عليه جوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ده باطل ما صحيح. أو يقول لي بلغ سلامي للرسول لما تمشي بالله، دي من البدع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رد على البدعة دي ذاته، قال وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم أو حيث ما كنتم. يعني أنت قاعد هنا قلت اللهم صلي وسلم على نبينا محمد، دي من هنا شنو؟ وصلت. كيف تصل وهو قد مات؟ الصحابة سألوا، قالوا كيف وقد أرمت يا رسول الله؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وفي حديث آخر قال في ملك، أو قال رد الله علي بصري وفي ملك يبلغ، رد الله علي روحي وفي ملك شنو يا جماعة؟ يبلغ، يرد له روح عشان يرد لك السلام وفي ملك يبلغ. طيب،
ومن البدع قصد استقبال القبر أثناء الدعاء. واحد دار يدعو يقبل لقبر النبي عليه الصلاة والسلام ما يقبل القبلة، واحدين دار يصلوا عديل يقبلوا على القبر ما يقبلوا على القبلة، ودي صلاة باطلة ودعاء باطل. وإذا قصدوا بالدعاء الرسول ما ربنا، ده كفر عديل بيطلعك برا الدين، لأن الدعاء لله يا أخي. ربنا قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ومن البدع التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى الله في الدعاء، اللهم إني أسألك بجاه محمد، اللهم إني أسألك بجاه الرسول، ربنا يكرمك بجاه المصطفى ويشفيك بجاه المصطفى صلى الله عليه وسلم. دي كلها بدع ما أنزل الله بها من سلطان، ودي أعمال باطلة محرمة ما من الشريعة. ومن البدع وهي بدع كفرية طلب الشفاعة وغيرها من النبي عليه الصلاة والسلام. النبي بيشفع لكن الشفاعة تطلب من الله ما من النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا، قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ومن البدع التبرك بقبره أو بالحجرة أو بأي شيء منها، بعدين يتبرك ويمسحوا الحيطة لحد ما يجي ينهارون، دي من البدع. ومن البدع الجلوس عند القبر أو حوله للتلاوة والذكر والصلاة والدعاء، بيعتقد إنه المكان ده إنك تصلي فيه وتدعو فيه مكان شنو؟ مجاب فيه والدعوة والعبادة ترفع فيه، ده كله باطل. علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب قرب إليه الغداء فرأى رجلا كان يجيء ويدخل في فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ده النبي عليه الصلاة والسلام جده يا جماعة، جده عديل مش المصلبتين حقنا نذيل الليلة. واحد تلقى جاي من وين ما بعرف وعامل فيها شيخ طريقة، والطريقة ما جاب الزباين، لا النسوان جنوا ولا رموا له قروش في الخلوة ولا عصروا له ربط تحت المخدة. يقول انت عارف انا في الكليك في الناس زي الوهمة في شنو؟ يقول لهم انا والله جدي النبي وحببتي فاطمة. كذاب كذاب. ده جده عديل علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب اللي هو فاطمة زوجة علي ابن ابي طالب ابنة النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي جده. أها. فرأى الرجل ده بيخش في قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الله مش يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم، فدعاه ونهاه قال له اوعى تعمل كده ثاني، فإني سمعت أبي الحسين عن جدي علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم. نهاه وما تجعل القبر عيد، يعني حتى قبر النبي عليه الصلاة والسلام أنت في المدينة ما كل دقيقتين تخش تقول دار أزور، لا جيت من سفر تخش تزور، دي السنة، لأنه النبي قال ما تجعلوا عيد، العيد عن المكان أو الزمان الذي يعود ويتكرر. عشان كده سمي محل الدكتور شنو؟ عيادة. ليه؟ لأنه طوال المرضى بيجوا. فكلمة عيد وعيادة وهذا الباب معناته من التكرار. فالرسول قال لا تجعلوا قبري عيدا، ما تكرر كثير، جيت من سفر زور. والصحابة كانوا ساكنين في المدينة فكانوا لا يدخلون إلى زيارة القبر إلا إذا جاءوا من سفر كما كان يفعل عبد الله بن عمر بن الخطاب. هم ساكنين في المدينة ما بيجوا الصبح صلاة الصبح يزور، صلاة الظهر يزور، صلاة العصر يزور. ناس يقول لك لا أنتم بتكرهوا النبي، والنبي قال كده، أنت اللي بتكره النبي. النبي قال لا تجعلوا قبري عيدا، تتكرر طوالي. قال ما تجعلوا كده؟ يبقى اللي بيحب النبي منه؟ بيحب النبي عليه الصلاة والسلام اللي بيسمع كلامه. طيب
ومن البدع التزام زوار المدينة الإقامة فيها أسبوعا حتى يتمكنوا من الصلاة في المسجد النبوي 40 صلاة لتكتب لهم براءة من النفاق وبراءة من النار. لو قعدت أسبوع في المدينة ما في مشكلة، لو قعدت 100 سنة ما في مشكلة، لكن في ناس عندهم عقيدة، دي المشكلة هنا، إنه لا بد يقعد أسبوع عشان يصلي 40 صلاة في المسجد النبوي، ظنا منهم أن هذا بسبب تكتب لهم براءة من النفاق وبراءة من النار، لأنه في حديث منكر ما صحيح، منكر كما في السلسلة الضعيفة والموضوعة، منكر الحديث فيه الكلام ده. الحديث الصحيح أنت لو دار السنة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى لله 40 يوما لا تفوته التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. في أي مسجد تصلي لي الله كم؟ 40 يوم ما تفوتك التكبيرة الأولى تحت الإحرام، متواصلة متصلة، ربنا يكتب لك براءة من النفاق وبراءة من النار. ده الحديث الصحيح. طيب، من البدع قصد شيء من المساجد والمزارات التي بالمدينة وما حولها بعد مسجد النبي إلا مسجد قباء، لأنه مسجد قباء من السنة تزور عشان تصلي فيه، ومن توضأ من بيته فصلى ركعة صلى في مسجد قباء كان له كأجر عمرة، أو كانت له كعمرة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وكان يأتي إلى مسجد قباء كل سبت، النبي عليه الصلاة والسلام كل يوم سبت مسجد قباء، فده سنة. لكن في ناس يقول لك إلا نمشي نصلي في مسجد الخندق، المساجد السبعة، أو مسجد القبلتين، الحجاج يقول لك إلا نمشي نصلي فيها، تلقى بتاعنا البصات بتاعنا الأفواج يقول لك راح صلي هناك صلي هناك، يبهدلوك بهدلة، مع إنه الصلاة في المسجد مسجد الكعبة ب100,000 صلاة، والصلاة في مسجد المدينة ب1,000 صلاة، يطلعوك من الفضل العظيم ده لحاجة بدعة. مش الصلاة ذاتها بدعة، لا، إنك تعتقد إنه الصلاة هنا فيها فضيلة دي بدعة. في المساجد اللي ما جاء فيها نص في فضيلة الصلاة فيها فضل زائد على غيرها دي من البدع. والبدع كثيرة جدا، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا ليس معصوم، إنما النبي صلى الله عليه وسلم فقط هو المعصوم، الأنبياء هم المعصومين. وأحبيت أن أبين أنه فيها أنه شنو؟ أي شيء عالم إنه يصيب ويخلق، وأنت مثلهم شيخ، والعلماء العلماء لهم أخطاء بسيطة جدا جدا، ومن باب أولى أنت تتحقق معهم بأسلوب طيب وجميل. جزاك الله خير. طيب، الأخ جزاه الله خير، يعني كلامه ده كله أو غالبه جابه من قال حسب ما هو قال الشيخ سليمان العلوان، لأنه أي حديث نحن جبناه وما جبنا من رأسنا الحمد لله، أي حديث جبناه العلماء صححوه، الشيخ الألباني وهو محدث العصر الحقيقي، أو الشيخ بن باز، أو الشيخ العباد محدث المدينة، أو غيرهم، فجبنا الأحاديث الصحيحة. وما ذكرنا في هذه الدورة ولا ختام الدورة إلا الأحاديث الصحيحة التي صححها المحدثون. فالأخ اعتمد ضعف كل الأحاديث الضعفة دي، لأنه اعتمد على قال المحدث، قال محدث العصر الكبير الشيخ سليمان العلوان. سليمان العلوان رجل ما عالم، ويمكن انتم كلكم ما بتعرفوا او غالبكم ما بيعرفوا اصلا، لكن انا بعرفه واوريكم. هو رجل ما عنده علاقه بالعلم اصلا، رجل تكفيري يكفر المسلمين ويدعو الى التفجيرات في البلاد الاسلاميه، وهو رجل منهجه وهو قائد من قوات جماعة أو حزب الإخوان المسلمين، الحزب المتطرف الإرهابي المعروف، وهو مسجون الآن طبعا له سنين،
لا فك الله أسره، لأنه رجل صاحب فتنة، فتن الشباب وخدع الشباب، وعشان يغش المسلمين قال له أنا محدث العصر، يقول بقول عن نفسه، فما عنده أي علاقة بالعلم. وأنا أتحدى الأخ، ما هو العلم ما ادعاء، هو عمل. أنا قاطعته يا جماعة زولا؟ هل قاطعته يا أخواننا؟ فلو ما بتحترم المشايخ اللي قاعدين دول والإخوة، احترم بيت الله سبحانه وتعالى. خلاص؟ إنه نحن شنو؟ إنه نحن يعني أديناك فرصة إنك تتكلم وتناقش وما قاطعناك، صح ولا ما صح؟ فمن الأدب، إلا إذا كان ده أدب سليمان العلوان المحدث، إنه يجود في الجامع. إذا كان المحدث بتاعك سليمان العلوان علمك كده، خلاص مبروك عليك، بخيت وعديلة عليك، إذا كان ده الأدب. لأنه أنا انتظرته لحد ما أتكلم، حتى لما انقاطعك أحد الإخوة أنا سكتته، والإخوة سكتوه عشان تتم كلامك. فهل ده أدب المحدثين؟ ما أدب أصلا، ولا عنده علاقة هذا الكلام بالأدب الإسلامي الصحيح. زول يكون مؤدب أول حاجة قبل ما تتعلم ذاته، وجاي تعظ غيرك وتقول لي الشيوخ عندهم أخطاء وخليها عشان الأمة كلها تتوحد. أنت مما بدأت الورقة وقلت لي عندك أخطاء، طيب ما تخليها عشان الأمة تتوحد، ما لكم كيف تحكمون كده. خلونا في العلوان ده، لأنه ده النقطة الرئيسية في كلام الزول ده بالمناسبة. لأنه كونك أنت تقول ده حديث ضعيف وده ضعيف وده ضعيف وده ضعيف، ده ارتشلت الحديث. أنت الآن لو قلنا لك عرف، لا أنا قفلته. أنت الآن لو قلنا لك عرف الحديث الضعيف، في الغالب ما بتقدر، بل ما بتقدر. يبقى ما انت لقعت ضعيف، انت عندك زول شنو بضعيف لك. الزول اللي بضعيف لك ده هو ضعيف ذاته، اللي هو العلوان ده ضعيف خالص وما نافع اصلا. يا جماعه ده رجل داعشي تكفيري تفجيري، ما عنده علاقه بالعلم اصلا، اللي هو اسمه سليمان ابن عبد الله العلوان، انت ذاتك ما عارف اسمه كامل، وعنده كتب كلها باطله من وكذاب، بيكذب على العلماء. انا بديك بالصفحات، انت قال العلوان انا ما بقرا له، قريت له بدري وعارف كذبه بالصفحه، اما لقيت بالصفحه دي تعالى سالني انا. عنده كتاب التبيان شرح نواقض الاسلام، عبد سليمان ابن عبد الله العلوان، في الصفحه رقم 38 في الحاشيه تحت، ما فوق، في 38 الحاشيه تحت الخط تحت، كذب على شيخ الإسلام ابن تيمية، ده رجل كذاب العلوان ده، كذب. قال شنو؟ جاب بشرح في الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. عشان أوريك الرجل ده تكفيري، مش تكفيري يعني كافر، يعني بكفر الناس. أنا بعض العوام لما نقول تكفيري يقول لك كفروا، لا مش كفروا، هو اللي بكفرك أنت، هو ذاك بكفرك أنت، ده معنى تكفيري. بشرح في الآية فأولئك هم الكافرون، طبعا الآية دي السلف كلهم قالوا كفر أصغر إلا العلوان، وأظن أنت معه، لأنه ده منهج الخوارج بكفروا بالآية دي. أبو مظفر السمعاني ده أدب المحدثين بالمناسبة، أبو مظفر السمعاني قال شنو في تفسيره؟ قال واعلم أن الخوارج يقرؤون هذه الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويقولون من ترك الحكم فقد كفر، يعني الكفر الأكبر، وأهل السنة أو أهل السنة يقولون لا يكفر بترك الحكم. يعني الفرق بين الخوارج وأهل السنة، الخوارج بيقولوا الآية دي كفر شنو؟ أكبر بدون تفصيل، وأهل السنة بيقولوا الآية دي كفر شنو؟ دون كفر، إلا يستحيل أو يجحد أو يساوي أو يفضل، كما هو معلوم عند جميع أهل السنة سلفا وخلفا. طيب، فالعلوان اللي هو العلوان ذات المحدث بتاعك ده، ما محدث الأمة، محدث بتاعك أنت. طيب، قال في صفحة 38 في الحاشية كتاب التبيان شرح قال نواقض الإسلام، قال شيخ الإسلام، شوف الكذب ده كيف، وفرق بين الكفر المعرف بالألف واللام وبين كفر منكر في الإثبات. فالكفر المعرف بالألف واللام لا يحتمل إلا الأكبر وانتهى. وده ما كلام شيخ الإسلام، الزول ده زاد في كلام شيخ الإسلام، كلام شيخ الإسلام في كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول أصلا الكلام ده، والكلام بينتهي لحد وين؟
شيخ الإسلام ابن تيمية قال: وفرق بين الكفر المعرف بالألف واللام وكفر منكر في الإثبات. انتهى. العلوان الكذاب زاد قال: والكفر المعرف بالألف واللام لا يحتمل إلا الأكبر. ده كلامنا يا جماعة، ما كلام شيخ الإسلام، أتحداك وأتحدى العلوان. عرفت؟ ما كلام شيخ الإسلام. فزول كذاب في صفحة 38 في الحاشية من كتاب قلنا شنو؟ التبيان شرح نواقض الإسلام. فما هو عالم؟ بعدين يا جماعة، ما ممكن أنت تقول الحديث ده ضعيف بس كده زايد تديش اللود بس، هاي ضعيف يا منو؟ أنا بسألك الآن، الحديث بتاع السجود ده على الحجر الأسود، من فيه في إسناده من الرجال ضعيف؟ الحديث الثاني بتاع الطواف بالكعبة قال ضعيف، قال ضعيف. ليه ضعيف؟ مش هو الكلام بس ساكت إنه دقيقة بس أوضح، وقف. مش الكلام بس ساكت، وخلي البتاع، مش الكلام ساكت إنه ضعيف صحيح، ما هو كلام بس، ما في دليل، ما في حجة، صحيح ولا ما صحيح؟ الزول اللي بيقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ده ضعيف بيجيب شنو يا جماعة؟ دليل. قبل أنا لما قلت حديث الشاب الأمرد موضوع مكذوب، جبت دليل ولا ما جبته؟ قلت لأن في إسناده مروان بن عثمان قال فيه النسائي رحمه الله: ومن مروان حتى يصدق على الله، وقلت ضعف الذهبي أيضا في ميزان الاعتدال. انتهى الموضوع. لكن انت بس أي حديث ما عجبك بتعاين فيه وكده أقول ضعيف، كما قال المحدث، محدث منه الثاني ضعيف تاع سجود الحجر الأسود، الثالث صلاة ضعيف، تقبيل الحجر الأسود والإشارة ضعيف، وقال أنا قلت كمان يقبل الركن اليماني، ما قلنا كلام زي ده، نحن قلنا ده من البدع، لكن أنت أظنك كنت مع المحدث، من البدع يا ناس تقبيل الركن اليماني أو استقبال أو مسح الركن، لا تقبيل الركن اليماني أو الإشارة إليه من البدع. قلنا لكن لو وصلت شنو؟ تستلم، والاستلام المسح باليد كما عرف العلماء ذلك. بعد ذاك قال حديث رأيت ربي، ده ما هو الضعيف يا أخي، الضعيف بتاع رأيت ربي في صورة شاب أمرد، وهو حديث من رواية منو عليك الله؟ من رواية أم الطفيل ابن عمرو، ده مكذوب. والرواية الثانية من رواية ابن عباس أيضا موضوع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، والحكم عليه بالوضع ابن تيمية، والذهبي بميزان الاعتدال، والنسائي. ده الضعيف، رأيت ربي في صورة شاب أمرد عليه نعلان من ذهب إلى آخره، موفر. ده الضعيف، ده الموضوع المكذوب. أما حديث رأيت ربي في أحسن صورة، ده ما فيه تشبيه أصلا، عشان أنت يختلط عليك، وده العلماء ألفوا فيه كتب. الإمام ابن رجب الحنبلي ألف فيه كتاب كامل اسمه اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى. هو الحديث شنو؟ كدت إمامته عليك الله، تمه لنا، تمه تمه تمه، ما بتقدر تتمه. طيب الحديث نديك تمامته. قال النبي صلى الله، أنا عارفك ما بتقدر تتمه، دي متأكد منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني ربي في أحسن صورة، فقال: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ عشان كده الإمام ابن رجب قال شنو؟ اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى. قلت: لا. فقال: يختصمون في الكفارات والدرجات ورفع الأقدام إلى الجماعات، وساق الحديث. ده الحديث، انت حاجة ما عارف الضعيفة كيف. طيب فانت بس العلوان ده ما تقرأ له. بعدين حديث الجري بين العالمين الأخضرين في بين السعي في بين الصفا والمروة في السعي، ده ثابت، صحه الألباني رحمه الله تعالى، بل أتى برواية: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجري بينهما حتى تنكشف ركبه. خلاص انت سمعت كلام العلوان، احنا ورقنا العلوان ده ما عنده علاقة اصلا بالعلم الديني اصلا، زول ساكت بس تكفيري وتفجيري تاع تفجيرات، وزول مجرم بطريقتك. احنا بننصحك والله، وده اللي بيخلي الأمة تعتصم وتتحد، انه الناس يخلوا الضلال ويمسكوا في درب النبي صلى الله عليه وسلم. ليه بعض الناس يا اخواننا بيرفضوا طريق الرسول صلى الله عليه وسلم ويفتشوا لهم علوان وغيره سجمان؟ ليه ما يمسكوا درب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده اللي بيخلي الناس يتحد. طالما ربنا واحد المعبود،
كذلك المتبوع واحد وهو النبي عليه الصلاة والسلام. تابعوا يا أخي، ربنا قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأنا جاني خبرك بالمناسبة من امبارح، أنت ما جايب خبر، قال لي في زول قال جاي يرد عليك، قال على كل الأشياء، وفي نفس الوقت ختم كلامه بعائل للناس أعمامنا الكبار في الجامع ناس اللجنة وكده، يقول لابد تتوحد الأمة. أنت تتوحد ديل بس يعني؟ فده ترضي شغل بتاع ترضيات. أنت لابد من امبارح وتجي الليلة تقول درنا واحد الأمة؟ أنت لابد ليه من امبارح؟ أنت تقدر تفرق الأمة يا أخي، خبرك جاني بدري، أنت ما جايب خبر. طيب قال جمهور العلماء يستحب صلاة ركعتين. وين استحبوا وين جمهور العلماء؟ منو ديل؟ نحن ما مضمونين علماء ديل، هم العلوان ديل ما هم العلماء. العلماء قول لي الإمام مالك، أبو حنيفة، الإمام أبو حنيفة، الإمام الشافعي، ولا ما كده يا عمنا؟ الإمام أحمد بن حنبل، عرفته؟ الإمام البخاري، كده ده جمهور العلماء. لكن انت بس زول قاعد في السجن ملطوع ما عنده علاقه بالدين يا شيخنا خالص، ده يقول لك تقول جمهور العلماء؟ يا اخي خليك زول امين يا اخي، ما جمهور العلماء، قول جمهور التكفيرين. طيب قال حديث السجود على الحجر، السجود بالايماء يا جماعه، ومش معناته بتعبد الحجر. ما انت الان بتسجد على الواطا، هل بتعبد الواطا يا ناس؟ انت بتسجد لله، هناك النبي سناها صلى الله عليه وسلم، هي مستحبة على فكرة، أنت ما قدرت تسويها على كيفك يا ناس. نحن بزول لو لنا يده قلنا لا أمشي سوي السنة دي، هي مستحبة ما قدرت تسويها خليها، لكن ما تنكرها لأنها من الدين. الأشياء اللي ذكرناها دي كلها من الدين، وأنا قصدتها، أنا حافظ الحج كله والعمرة كلها خلاص، لكن قصدت أقرأ من الكتب لأنه عارف نوعيات زي دي، قصدت أقرأ قالك الفلان قال فلان كده من الكتاب عشان الكلام يكون موثق وكلام مضبوط. أصل أنت كتابك وينه؟ أنت ما جبت كتاب، جيب كتاب قل لي أنكره النووي رحمه الله بنقبل، ونشوف النووي ليه أنكر، أنكره الإمام مالك، ضعفه ابن حجر، لكن تقعد في النهاية تقول محدث تخمنا وفات، ما داري يقول للناس المحدث منه، لأنه الشينة شنو؟ الشينة منكورة. لما الناس زروا قال ها قال خلاص ذا العلوان، ما هو تكفير أنت عارف. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، الصلاة جات، بارك الله فيكم. الرفقة المأمونة ما عندها دليل، النبي صلى الله عليه وسلم حسمها، قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، يوم وليلة إلا مع ذي محرم، الرسول قال كده. فضل زمن. طيب خلاص 4 دقائق دي نجاوب على مسألة الرفقة المأمونة. يا جماعة الحديث رواه البخاري في الصحيح كده بالراحة كده، معليش أنا قايل الصلاجات ما دار أحبس الناس، لكن لعله فضل 3-4 دقائق نجاوب على الشبهة دي. روى البخاري بالصحيح إنه النبي عليه الصلاة والسلام، بديك فرصة يا عمر، قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. الأعلم من الرسول ده عندك ده جيبه لنا، الرسول قال لا يحل إلا مع ذي محرم، كان يقول إلا مع ذي محرم ورفقة مأمونة، ولا ما هو كده؟ طالما قال مع ذي محرم والحديث انتهى، كلام النبي صلى الله عليه وسلم انتهى، زولك ده ما أعلى من الرسول يا ناس. وإلا تقول النبي صلى الله عليه وسلم نسي الحتة دي، ونرد عليك بالآية الكريمة وما كان ربك نسيا، لأنه كلام النبي ده كلام ربك ذاته، لأنه ربنا قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فالرسول قال إلا مع ذي محرم، في زول أضاف له إضافة اسمه العلوان، قال إلا مع ذي محرم ورفقة مأمونة أو غيره من شيوخك ديل، ورفقة مأمونة. نحن دارين الأضافة، الإضافة ده اللي أنت بتشوفه أعلى من الرسول ده جيبه لنا يا أخي. ربنا قال قل أأنتم أعلم أم الله يا أخي. وأنا بتعجب إنه التكفيرين ديل ماسك لك يقول لك بس اللي ما بيحكم بالشريعة كافر. طيب يا ناس، وبر الدين قالوا كفر أكبر. طيب يا ناس كده يصبروا لينا، أنا بخاطبهم هم تكفرين ديلك خلاص. طيب يا ناس، النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة ما تسافر إلا مع ذي محرم، زول قال لا لا كلام الرسول ده غلط
برضه في رفقة مأمونة، ده حكم بما أنزل الله ولا بغير ما أنزل الله؟ ما لكم كيف تحكمون يا ناس؟ عشان كده أي زول تكفيري بتلقاه بيحكم بغير ما أنزل الله، أي زول تكفيري على وجه الأرض من العلوان، وأمسك بالمين بن لادن، وأمسك أبو بكر البغدادي بتاع داعش قبحه الله، عرفته؟ وغيرهم من الدواعش والتكفيرين والإرهابيين والخوارج والمتشددين والمتطرفين بكفروا المسلمين، يقول لك المسلمين دول ما حكموا بما أنزل الله، والله تلقاهم هم أول ناس حكموا بغير ما أنزل الله، حس بالمظاهرات الأخيرة دي النازل كان بكفروا المسلمين، وناظرتهم أنا مشيت لذاك بتاع الجريف في بيته وناظرتهم محمد عبد الكريم، وطلعت أكتاب في أخوه الثاني ذاك عبد الحي يوسف وغيره، وبجادل فيهم لي 17 سنة أو 18 سنة لليلة بجادل فيهم، وبحذر المسلمين إنه النازل منهجهم منحرف، منهج إرهابي متطرف متشدد، ناس صدقوا وناس كتار ما صدقوا، الآن كل الناس عرفوهم، مش كان بيكفر الناس، قالوا لأنه الناس حكموا بغير الشريعة، حكموا بالقانون الوضعي، الآن أول ما قامت الشريعة عملوا تيار نصرة الشريعة والقانون ودولة القانون، يعني بقى عندهم شنو؟ دين الله ومعه حاجة تاني، الحكم الوضعي القبير كفروكم به وعملوا لكم غلبة، شوف الحكم بغير ما أنزل الله ده كيف؟ تيار قال نصرة الشريعة ودولة القانون، يعني الشريعة بتاعت ربنا برا ما بتكفي، ضموا لها القانون والحكم بالقوانين الوضعية دي قبيل كان بيكفروا بها المسلمين يا ناس، ما لكم كيف تحكمون؟ كدين احنا الموضوع ده ما هنا موضوعه، عندنا موضوع قدام ان شاء الله.